فانت بما انك ام، اولا اولادك اعمارهم قد ايه، وهل بياخدوا دروس خصوصيه ولا؟ خلينا نخش بقى في عمق الموضوع. انا عندي بنتين، وواحده فيهم في تانية ثانوي، وبناخد دروس خصوصيه. واحده في تانية ثانوي والتانية في سنه ايه؟ التانيه ذات كليه. تانية كليه. طيب اللي في تانية ثانوي بتاخد دروس ليه؟ بناخد دروس علشان عامل مساعد، عشان دور المدرسه طبعا في الوقت الحالي ضعيف، ضعيف جدا، فبالتالي بنلجأ للدروس الخصوصيه علشان يعني تحافظ على مستوى الطالب، تساعده. بتاخدوا دروس من سن كام؟ هي مش بالسن، هي بالعمليه التعليميه، يعني في مواد كتير، يعني المناهج الكتير اللي زادت دلوقتي بقت كتير جدا وعبء كبير على الطالب، فبالتالي لازم عامل مساعد اللي هو الدرس. يعني هي برضو بدأت دروس من انهي مرحله عمريه؟ من اعدادي، من ابتدائي، بثانويه عامه؟ من ابتدائي. بدأت لها دروس من ابتدائي. طب يعني ابتدائي. طب دلوقتي احنا عندنا دروس اصلا من كي جي. ما هو ده بقى، ما على فكره دي مش حاجه ايجابيه، يعني النهارده دي حاجه مش ايجابيه. واحنا بنتكلم عن ظاهره الدروس الخصوصيه، قد اتفهم نوعا ما ان احنا واحنا في ثانويه عامه الطلبه عندها خوف شديد، عندها رعب من فكره ان انا لازم اجيب مجموع، مرتبط بالمجموع ده دخولي الكليه، مصيري اللي هيتحدد، بنفهم دي شويه. اعدادي ممكن اقول سنوات نقل مهمه، اوكي برضو مرحله، لكن من ابتدائي او كي جي ايه اللي هياخده الطالب في الدرس الخصوصي في ابتدائي او كي جي؟ ده طفل ومش هيكون موجود في المدرسه. احنا بنلعب دلوقتي على دور الام والاب. الام والاب دلوقتي بقوا بيشتغلوا عشان يوفروا حياه كريمه لاولادهم، فبالتالي ما فيش وقت ان انا اقعد مع ابني وان انا اذاكر له، او الوقت يبقى انا بديله درس خصوصي عشان اعوض اللي بديه في البيت. بالظبط كده، زائد ان دور المدرسه برضو ضعيف، فبالتالي انا عايزه اساعد درس جنب المدرسه.